وصلنا عند هاي السلايد من البلانينج. فواحدة من الأشياء اللي لازم إحنا كنيرس نعملها أو نعملها إنكلوجين في الكير بلان تاعتنا، إنه كيف من ندير بالنا أو كيف البيشنس بده يدير باله على حاله في البيت، في البيت في الهوم. فمن نشوف شو السيلف كير أبيليتيز، شوف الأشياء البيشنس بيقدر يعملها لحاله. هل بيقدر يعمل باثينج لحاله، بيقدر يعمل دريسينج لحاله، بيقدر يستخدم مواصلات لحاله مثلا، هاي كلياتها من السيلف كير. هل كيف الاكسرسايز والاكتيفيتي باترن، كيف من نخليه يتحسن فيها. الاسيستيف ديفايسز، شو نقصد فيها بالاسيستيف ديفايسز؟ وسائل المساعده في الحياه بشكل عام، ان تاعت شو بسموها هاي الهيرينج ايد، الاي جلاسز، او الووكينج ايد، هاي كلياتها من وسائل من تدخل تحت ضمن هاي الفئه. شوف عنده انفايرمنتال ريسك فاكتورز، ان كانت بالهوم او بالكوميونتي. بالهوم بيشنت ساكن في طابقين، بيته طابقين، النظام الامريكي الطابق الاول بيكون ليفينج روم، غرفه القعده مع المطبخ، مع بعضهم بيكون الحمامات تحت والبيدروم فوق. فهذا بيشنت اختيار بده يضل نازل طالع بزبطش، فبكون ريسك انه يوقع ويصير معاه انجري. فهاي من الريسك اللي لازم نغيرها ونحاول نعمل اي موديفيكيشن فيها. من ناحيه كوميونيتي ريسكس، هل في اضاءه في الشوارع مثلا، في جزيره وسطيه، في مصادر هازاردز فيها مثلا للمستشفى او عياده جانبهم، زي عياده اللي كانت على دوري واحنا باللواء اللي كنا ساكنين فيه، كنا نروح نراجع نطلع تلاقي هيك إبر برا. بتعرف الواحد وهو صغير بكون يعني كيريوس، شو هاي إبرة، يلعب، خلينا نغوص حالي فيها. واحد ما عنده هاي الخبرة، فلو كان واحد نيدل كانت contaminated مع patients مع HIV ولا hepatitis، كان واحد صار فيه يعني هاي الأشياء. فبدنا ندير بالنا من ناحية community hazards. The current level of the knowledge لمين؟ للpatients والكوميونيتي ريسورسز. وهي كلياتها بتعتمد بالإدوكيشن. أنا ما بجيش بحكي مع واحد مثلا تخصص التمريض أو تخصص الطبي، زي لما أجي ما أحكي مع واحد أصلا هو مش متعلم. ففي اختلاف بالإدوكيشنال نيدز. كلاينتس فاميلي، قدرتهم والأصلا إنهم هم يكونوا متواجدين متوفرين إنهم يعطوا للبيشنتس الكير، وهل هم عندهم السكيلز ولا لازم ندربهم. بعض المرات بصير في عنا rule changes. شو يعني rule changes؟ اختلاف الأدوار في البيت. بتلاقي الأب هو المعيل، بصير معاه جلطة وبيموت، مشكل بيموت جلطة دماغية وبصير معاه شلل. فهسه صار في تغيب الأدوار، الولد اللي عمره 12 سنة بصير هو اللي بدي يطلع يشتغل يترك مدرسته مثلا. coping، كيف قدرتهم على الأشياء تعامل وأنهم يتحملوا هذا الاسترس اللي صار معهم. ريسبت كير جيفرز، يعني انه شو معنى ريسبت؟ شو معنى ريسبت؟ واحد طلعها ريسبت، هاي ريسبت تلفظ ريسبت مش ريسبايت. احد ايش بده يطلعها؟ طلعوها بسرعه مسجله بسرعه. ريسبت والله نسيت شو معنى. شو صار معكم؟ بالضبط، راحت الكير جيفرز. في إشي بنسميه كير جيفر بيردن، طبعا مش نفس المعنى. ريسبت، راحت الكير جيفرز. تخيلوا بيشنتس مع جلطة دماغية، ما لهوش إلا بنت وحيدة وهي اللي بتدير بالها عليه، كيف بتكون حياتها؟ هي بتكون في تعب كثير. فهذا بنسميه الكير جيفر بيردن، الحمل اللي على الكير جيفر. وكان اسوسييتد دراسات مع higher level of anxiety و depression. يصير مش مع البيشنت، الكير جيفر نفسه. شو يعني كير جيفرز؟ اللي بيدير بال عليه من الفاميلي. وكمان كان associated with chronic illnesses، بصير معهم chronic illnesses، ضغط، سكري، بعدين فشل بعضلة القلب، جلطات. هاي مين؟ باللي بيدير باله على البيشنت. فعشان هيك لازم احنا نهتم بالراحة تاعت البيشنت بعد تاعت الكير جيفر، ونحاول نساعده بأي طريقة ممكنة، حتى لو كان emotional support، حتى لو كان بس دعم عاطفي، دعم معنوي. نجينا للإشي الثقال implementing.
لازم احنا نحسن pulmonary ventilation functioning واحسن الالفيولار كابيلاري ديفيوجن، وهاي كلها شرحناها في المحاضره الماضيه شو بتعني هاي الاشياء. في شغلات احنا او في interventions بتكون dependent. شو يعني dependent intervention؟ بقدرش اعملها لحالي، بدي دكتور اوردر. مثل اكسجين ثيرابي، الاكسجين هو عباره عن drug، هو عباره عن medication. تقدر تعطي medication بدون دكتور اوردر. تريكستومي كير، كمان التريكستومي شو معنى تريكيا؟ قصبة. أوستومي تتذكروا كولونوستوم، فتحة، في الفتحة اللي بيعملوها بالقصبة خصوصا مع الناس اللي بدهم يقعدوا على فنتليتر أو تنفس اصطناعي لفترات طويلة. مينتنس اوف تشست تيوب، شو هو التشست تيوب؟ تتذكروا لما الواحد يصير معاه قلنا بلورال فيوجن، تجمع سوائل حوالين الرئة بيحطوا له تيوب في البلورال سبيس، هذا بنسميه تشست تيوب. طبعا التشست تيوب ممكن ينحط اذا تجمع سوائل او اذا تجمع دم او اذا تجمع غازات حوالين الرئه، وبالمحاضره هاي ان شاء الله راح نشرح عن هاي الاشياء. بروموتينج اوكسجينيشن، كيف بدي احسن من الاوكسجينيشن ومن عمليه الغاز اكسشينج. دائما انا بدي اخلي البيشنت باكثر بوزيشن هو كومفورتبل لموضوع التشست اكسبانشن. انتوا ولا جماعه الكريتيكال قلت لهم اي بريشر بصير في الابدومن بيضغط على البريشر اللي موجود وين؟ في الثوراكس على الديافرام بين قوسين. فواحد اوبيز ما بكون تنفسه زي واحد بكون ثين وهيلثي وبكون اموره تمام. عشان انا احسن التشست اكسبانشن، شو معنى التشست اكسبانشن؟ يقدر يتوسع وبالتالي الواحد يقدر يتنفس باريحيه. شو بنخلي البوزيشن تاعه؟ خليه نايم على ظهره. عشان هيك الناس الكبار بالعمر او الاوبيز لما ينام على ظهره بتصير في معاه صعوبة نفس، لانه كل الاعضاء الداخلية تاعت الابدومين بتضغط على الديافرام ببطل يتوسع الصدر. فاحنا بالعكس احنا لازم نرفعه. قديش بنرفعه؟ يا سيماي يا هاي فولورز بوزيشن. احنا بنحكي من 40 45 لحد 90 درجة حسب التولرانس حسب الدكتور. إذا ما فيش كونترا انديكيشنز بعضهم ما بزبطش انك ترفعهم كثير. طبعا كل ما انت غيرت عملت بوزيشن تشينجز للبيشنتس بكون احسن، لانه في اشي هسه رح ناخذه ايش بنسميه بوستورال درينج. بوستورال درينج ما لنا اليوم درينج ماشي. بوستر درينج تلاقي انه بدي احاول اخلي البيشنت يطلع كل السكريشنز اللي جوات صدره عن طريق البوزيشن. فواحد مثلا نفترض انه هذا الصدر تاعه، نفترض وكانت عنده هون مكان السكريشنز، وطبعا مكان السكريشنز بتبين بالاوسكلتيشن بتبين بالاكس راي، وهالي تريكيا. كيف بدي اخليها خلي البيشنت تطلع هاي الاشياء عن طريق خلينا ينام هاي بالجنب اليمين، فبخليه ينام على الجنب الشمال وانزل شوي لتحت فبتقرب من المين اير واي، وبالتالي بصير سهل انها تطلع. هاي بنسميها ايش؟ هاي المانوفرز اللي بنعملهن، هاي الحركات بنسميها بوستورال درينج. انا لما اعمل البيشنت بوزيشن تشينجز تقريبا كاني قاعد بعمل بوستورال درينج، فبخليه يطلع سوائل اكثر وبالتالي بحسن من عمليه الاكسجينيشن. ايش؟ لا 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 خلص برون برون على بطني ليفت لاترال. طيب كمان من الاشياء اللي بدي اخلي البيشنس يتدرب عليها الديب بريثنج والكافينج اكسرسايز. اذا في حدا فيكم هسه بيعمل ديب بريث كم مره بتلاقي بصير عنده الكافينج ريفلكس، بصير اللنج بدها تقح، وهذا اللي انا بدي اياه. بدي اللي في واحد في عنده سكريشن بدي اياه يقح ويطلع هاي سكريشنز، لكن هاي اكسرسايزز فلازم نعلمه اياه وراح ناخذها اليوم او بالادلت 1. انكرج الامبيوليشنز ان شاء الله. انكرج الامبيوليشن نفس الشيء، الحركه بتساعد على تحريك السوائل، بتحسن من قوه الريسبيراتوري ماسلز. ودائما امبلمنت كومفورت ميجرز خصوصا اذا كان البيشنت عامل عمليه.
فعملية قلب مفتوح فاتحين له صدره من هون بيقدر ياخذ نفس كثير، فبالتالي تلاقي السوائل بيقدر يقح، قحته بتكون لكن هل بتكون افكتيف كف؟ تلاقي كل السوائل كل السكريشنز بتظلها في الجست. ديب بريثينج اند كافينج، شو قلنا هدفها؟ انها بترفع السكريشنز لحتى توصل المين اير واي، فبالتالي بنقدر يعملها اكسبكتوريت. شو يعني اكسبكتوريت؟ تخلص منها اللي هو التنخيع بنسميها، او سولو، او بعضهم ممكن سولوت، واحنا طبعا ما بنشجع على الموضوع السولوت لانه ممكن تعمل جاسترونترايتس التهاب الامعاء. روتين اكسرسايز فور بيشنتس وذ كرونيك كونديشنز، وتكون هاي الاكسرسايز شو مالها توليرابل، بيقدروا يتحملوها. مش هروح اقول له والله بدك تركض لي 5 كيلو وهو معه فشل بعضله القلب، فحسب الكونديشن تاع البيشنت. نورمال فورسفول كف هي عباره عن قحه عاديه، لكن بدي اياه شوي يشد عليها، بتكون مع الديب بريثنج اكسرسايز. مش حاكين عنها بالتفاصيل، رح تعرفوها بالتفاصيل معناته في الادلت ون ان شاء الله. الترناتيف هاف كافينج، الترناتيف هاف كافينج انه بياخذ نفس، طبعا بده يكون حاطي يده على بطنه. كيف احنا لما كنا بالشتاء ننفخ على القزاز والمرايه؟ نفس الشيء، بدك تاخذ نفس تنفخ مره واحده، وراح تسمع طبعا صوت الاكسليشن كم مره. اذا بتعملوها بتصيروا بدكم تقحوا، فهي هي المقصود بالالترناتيف هاف كافينج. هايدريشن، ضروري جدا نحافظ على الهايدريشن تاع الجسم. سكريشنز الميوكس، اذا ما كانت اذا انت ما كنت ولي هايدريتد، ما كان في عندك كميه سوائل كويسه في جسمك، راح تكون دراي، راح تكون ناشفه وجافه وصعب انه الجسم يتخلص منها. عشان هيك لازم الهايدريشن شو بتحافظ على مويست ميوكس ميمبرينز، وبتساعد على التخلص منها. النورمال سكريشنز، النورمال انها تكون ثين، وواحد بيقدر يشيلها عن طريق مين قلنا؟ سيلياري اكشن، قلنا سيلياري الاهداب المبطنه او اللي بتكون في الخلايا المبطنه للاير واي. اذا كان الواحد ديهايدريتد ما فيش عنده سوائل، شو بتصير بالسكريشنز؟ تيناشيوس. شو معنى تيناشيوس؟ انها بتكون ثيك وبتكون لزج كثيره، فصعب انه الجسم يتخلص منها. عشان هيك لما نيجي نعطيهم اكسجين شو بنشبكه على هيوميديفاير، بخلي البيشنت يشرب سوائل قد ما بيقدر يتحمل او حسب مين الدكتور اوردر. بعضهم بيقول لك لا ممنوع يشرب سوائل اكثر من لتر ونص، فبدنا ندير بالنا يعني من هالو. ميديكيشنز، اعرفوا شو هم بس كمعاني. برونكو دايليترز، موسعات القصبات، موسعات الاير واي، خصوصا مع الناس اللي عندهم تضيقات في الاير واي زي الازمه. انتاي انفلاماتوري دراجز، ادويه المضاده للالتهابات. وفي كثير زي الازمه هي عباره عن عليكم السلام، الازمه هي عباره عن انفلاماتوري بروسس، هايبر سنسيتيف ستيت، تكون واحد عنده تحسس كثير، معناته انا عشان اقلل من الانفلاميشن شو بعطيه؟ انتاي انفلاماتوري دراجز، ومثال عليها جلوكوكورتيكويد اللي فيها كورتيزون. يوكوترين موديفايرز، هاي بتشتغل على اليوكوترين اللي هو نوع من انواع الانفلاماتوري ميدييترز اللي بتحفز جهاز المناعه يعمل انفلاميشن، فانا اذا بثبطه بقلل من الانفلاميشن وبقلل من السيفيريتي تاعت الديزيز. اكسبكتورانتس، شو يعني اكسبكتورانتس؟ مقشعات، اكسبكتورانتس مقشعات، وهاي زي ميوكوليتكس اللي هي محللات السكريشنز، فكل ما حللتها خليتها ثن سهل انه الجسم يتخلص منها. دير بالكم في عندكم لما تروحوا تشتروا ادويه من الصيدليه، في عندكم شغلتين للقحه، يا بتكون اكسبكتورانت يا بتكون كف سبريسنت. اكسبكتورانت بتحلل السكريشنز، بينما الكف سبريسنت شو بتعمل؟ سبريسنت بتشيل القحه. واحد حسيت انه جسمه او في صدره في سوائل، ممنوع منعا باتا تعطيه كف سبريسنت. اذا بتعطيه كف سبريسنت شو بتضل السوائل؟ في الاير واي، فبالتالي راح تزيد الشانس انه تزيد الانفكشن، لانه بكيف الانفكشن على الميوكس،
والشغلة الثانية ببطل يعرف يتنفس، بصيرش في غاز اكستشينج صح. فممنوع اي واحد عنده سكريشن بتحسها. طبعا كيف بتحسها؟ يا بتسمع صوت زي صوت مسميناه كراكلز جيرجلينج، زي صوت الارجل بتلاقي نفسه، يا بكون ظاهر بدون استخدام سماعة، يا باستخدام السماعة، يا بتلاقي البيشنس هو يروح بيطلع معاه كميات صغيرة. فعمرك لا تعطيهم الكف سبريسنس. متى بعطي الكف سبريسنس؟ تلاقي في ناس صار معهم زي قحة ناشفة. القحة الناشفة هاي وكلير بسمعهم الدكاترة بقولك صدره نظيف ما فيهوش شيء، هنا بيعطوهم الكف سبريسنس. اللي بكون عندهم ميوكس سكريشنز، يعني بتسمع قحته وبيطلع معه شويه ميوكس وسامع صدره، بنقولها احنا بالعاميه بخشخش خشخش قد ما في سوائل، بروحوا بخلوا بيعطوه ايش؟ اكسبكتورنت. شو يعني اكسبكتورنت؟ قلنا بتحلل مقشعات، تحلل السكريشنز. فايش طبيعي لما تعطيه الاكسبكتورنت تزيد عنده القحه؟ ليش بتزيد القحه؟ لانه بصير سهل انه يتخلص من هاي السوائل، فبصير يقح بسرعه عشان يطلعهن، وهذا اللي انا بدي اياه. فلا تخافوا لما يعني انها تزيد القحه، هذا ايش طبيعي. في بعض الادويه اللي بتستخدم عشان احسن من الكارديوفاسكولار فانكشنينج، ومن ضمن هذول الثلاث، ولو بدي احكي عنهم راح اخذ فصل كامل. اخذناهم بالسيرجيكال انسوهن، في الالفا 1 بيتا 1 ادرينرجيك هذول بسبب زي كذا بيتا 2. خلاص انت عارف، ان في غيرك مش عارف. تعممش تعممش تعممش، رد علي. اهم شيء اي بيشنتس بكون ماشي على كارديوفاسكولار ميديكيشن لازم ندير بالنا وشود بي مونيتور كلوزلي. بس راح يحفظون غصب عنهم بل على الدلت 1. في عندنا جهاز اسمه انسنتيف سبايرومتري او سبايرومتر او سبايرومتري، هيو اذا عمركم شفتوه هذا ولا عمركم فتوا مستشفيات. طبعا هذا من الأجهزة السحرية، حتى الإنسان الطبيعي. ليش أنا بحب أولادي ينفخ البلالين؟ بيجوا تاي يستخدمون منفخ، بقولون تستخدمونش منفخ، استخدموا البالون، انفخوا أنتوا البالون، نزل اللوز بالون، لوزك أنت بنزل. هذا الجهاز بيشنتس بأخذ نفس منه وكم سلام، فبالتالي بصير في عنده مقاومة، بحاسب بتلاقي في مقاومة. طبعا بقول له خذ نفس وبدي ترفع لي، طبعا هاي لازم اظلها رافعة لما ياخذ نفس، وضروري هاي البيضة ترفع بحدد له حد معين، مثلا لحد هون، هاي بتقيس انه قديش بياخذ نفس كمية، يعني ينفخ ليصفط، مش ينفخ، ياخذ نفس منها، يصفط ياخذ منها. طبعا مع مقاومة شوي شوي. انت شو قاعد تعمل؟ انت لما تروح على الجيم شو بتعمل؟ صح، بتعمل بتشيل اشي، بتدرب العضلات، بتدرب اي عضلات؟ عضلات التنفس. فهاي هي الانسنتيف سبايرومتر. شو وظائفها؟ اقعد جنبها اريح لك، اسمعوا علي. نرجع للانسنتيف سبايرومتر، له اسم ثاني سستين ماكسيمال inspiration device. شو حسناته؟ قلنا بحسن الفنتيليشن، عشان قلنا فنتيليشن عمليه الانسبيريشن والاكسبيريشن، مش كاونتر اكتس. شو معنى كاونتر اكتس؟ بيشتغل عكس الانستيزيا اور هايبوفنتيليشن. بين قوسين شو قلنا بالانستيزيا؟ بتعمل بعضلات التنفس، تثبطها، بتصير ويك، هذا بيقويها، هذا المقصود فيه. هذا الجهاز بيقوي عضلات التنفس. كمان شو بيعمل بالسكريشنز؟ بيحللها، فبالتالي بصير البيشنس بده يقح وبيطلع كل هاي السكريشنز. غير هيك شو بحسن من الغاز اكستشينج، وبوسع، ومن هاي من الاشياء المهمه جدا، بوسع الالفيولاي. تتذكروا شو اسم المصطلح كولابس اوف الفيولاي؟ اتليكتاسيس، هذا معناه كولابس اوف الفيولاي، اخذناه في المحاضره الماضيه. فهذا الجهاز بيمنع الاتليكتاسيس. ايش اسمه؟ انسنتيف سبايرومتر. في عندنا كمان ايش بنسميه تشست فيزيوثيرابي، وهذا ما بديش الطبيب او الاخصائي التنفسي يجي يعمله، احنا بنقدر نعملها. هي عباره عن بيركشن فايبريشن اند بوستر درينج. اخذنا البوستر درينج، شرحت عنه قبل شوي.
بظل هاي الاشياء. البيركشن تتذكروا شو البيركشن؟ شو معناها؟ طرق. خدناها بمحاضره الفيسكال اكزام والهيلث اسسمنت. بس هون الطرق على ايش بيكون؟ على صدر البيشنت، على المكان اللي انا بكون عارف انه هنا متجمع السوائل. كيف بطرق؟ مش شيك اب وبفوش قول لي بالبيشنت جننتني اليوم. لا، بتكون يا بتحط عليه تاول او جاون عشان طبعا ما تكون هيرتنج او انها تؤلم للبيشنت، او ممكن احط ايدي على الظهر البيشنت او على المكان وبصير طلعوا مين اللي بيعمل فليكشن؟ الريست. ايها فليكشن واكستنشن مين؟ للريست. بتكون ايدي زي هيك، ايدي كيف بتكون؟ زي هيك. فانا بدي الفايبريشن ستارت الهواء، فهذا بيعمل زي انه قاعد بحلل بايش؟ بالسوائل، بطلعها من مكانها. وبخلي البيشنت طبعا ياخذ النفس ديب بريث، وشوي شوي يطلعها سلولي اكسهيلت from the from the mouth. دائما الحل النفس السحري اللي انا بدي اياه للبيشنت او الانستركشن السحري، شم ورده طفي شمعة. كيف الواحد بشم الورده؟ بس بفوش غله هو شم. وكيف بيطفي الشمعة؟ هوف. كيف شفتوا هاي حركة اللبس؟ تسكيرتها بنسميها pierced lip breathing. هاي من الاشياء مهمة، pierced lip breathing. شم وردة طفي شمعة، ياخذ نفس كثير عميق، ولما يطلع اكسهاليشن بيطلعها شوي شوي، والشفايف بيكون نص تسكير. طبعا ليش بدي اياه يطلعها شوي شوي؟ بعطي وقت اكثر للاكسهاليشن، فبديش يصير في تجمع غازات جوات الصدر، وهي مرض اسمه انفيزيما. قلنا بدنا نعمل بيركشن على القطعه او السيجمنت في اللنجز اللي فيها تجمع سوائل لمده دقيقه لدقيقتين. هاي ايش اسمها؟ بيركشن. فايبريشن اسمها فايبريشن، انه بصير بعمل زي هيك، بس في مرحله وين تلاقيها؟ في مرحله الاكسهاليشن اكثر، يعني during هي during الاكسهاليشن فايبريت ذا هاند، بنحطه على المنطقه بصير اعملها الفايبريشن. بخلي طبعا بعمل كم مره؟ بعملها 5 مرات، فايبريت during 5 exhalations. مع كل exhalation بخلي البيشنت شو يعمل؟ كف، يظل يطلع. اذا صار في اي secretions بدها تطلع فبطلعها من مكانها. هاي الفايبريشن، هاي البيركشن، هاي الفايبريشن. نيجي للبوستر درينج. قلنا انه انا البوستر درينج بشيل او بحاول اقرب السكريشنز لوين؟ للميجر او للمين اير واي، عن طريق مين؟ الجرافيتي. خلينا نيجي على الصوره هاي. بيشنتس هذا هون في عنده تجمع سوائل، في عنده شويه ميوكس هون، كيف بدي اخليها تقرب على هاي الاير واي المين اير واي؟ عن طريق الجرافيتي، عن طريق البوزيشن. خليه قاعد يقعد صح، فلما يقعد يقعد بيكون البيشنس بتنزل على عن طريق الجرافيتي، بتقرب من الاير واي، فبصير الواحد يقدر يطلعها اكثر بسهوله اكثر. لو انه هون قلنا متجمع الميوكس، شو بخليه نايم؟ قلنا على جنبه الشمال وشوي راسه لتحت، فبتقرب عن طريق الجرافيتي لهيك العكس. فهون هاي كليات البوزيشن تشينجز حسب مكان السكريشنز، بنسميها بوستورال درينج. لكن بدي اغيرها، بدي اعملها، لازم اعملها قبل الميلز، خصوصا اذا كانت باللور سكشن او اللور سيجمنت اوف ذا لوب، كانت من تحت، لانه بدي انزل راسه لتحت. بظبطش والله يكون ما كله صحن الرز مفلل المعده وبقول له نام وخلي راسك لتحت، شو ممكن يصير معاه؟ استفراغ او ارتداد معوي. مين اللي في الغالب بيكون بيحتاجوا ان البوستورال درينج؟ اللور لوبس ولا الابر لوبس؟ ابر. هيا انا اصلا احنا بالعاده نكون واقفين قاعدين ولا واقفين ولا نايمين؟ بالعاده نكون احنا بالضبط. فمين بالجرافيتي بتكون نازله؟ اللور لوبس. فاللور لوبس هي اللي بتحتاج درينج اكثر من الابر لوب، لو انه صار في تجمع سوائل، ما انا طول الوقت انا قاعد،
فبتلاقيها لحالها نازله، بينما اللور لوبس هاي اللي بدها بوستر درينج. ميوكس كليرنس ديفايسز هاي اجهزه بتساعد كمان على التخلص من السوائل خصوصا في حالات سيستيك فايبروسس، التليف الكيسي. تليف الكيسي هذا ممكن يصيب اورجانز كثيره، الله يبسطك يبسطك كثيره، يصير باجهزه كثيره باورجانز كثيره، لكن من اهمها ومن اكثر الاماكن اللي ممكن يصير فيها مين؟ اللانجز. شو اسمه قلنا؟ تليف كيسي فايبروسس، يصير في ميوكس كثير في الجسم في اللانجز، فلازم تخلص منها. سي او بي دي اذا بتتذكروا كرونيك obstructive pulmonary diseases، التهاب بالمجارة التنفسية وتجمع غازات، تجمع secretions. فضروري جدا اني استخدم لهم اي اشي ممكن اني ايش خليه يطلع هاي السوائل او هاي secretions. في جهاز اسمه flutter device، هاي يا رب انه يفتح في نت. إلا يخلونا نستخدم الداتا تاع التليفون. لا 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 خلاص هي. دقيقة. ليش الصوت؟ تأخذ من وين؟ من النوز وبتطلع النفس من وين؟ من هذا من الماوث من الديفايس. صير فيه زي vibrations. سامعين صوت اللي بيطلعه؟ هذا بيعمل vibrations. سامعين؟ بيعمل زي اهتزازات اهتزازات. فهذا بيحلل مين؟ secretions اللي جوات اللنز. شو اسمه الجهاز؟ flutter device. ماشي؟ عرفنا شو هو؟ خلاص بكفيكي. ايش؟ شو بتقولي؟ اسمعي اذا حاب تغيب يغيب يعني مسامح. قلنا البيشنت انهيلز سلولي وبمسك هذا الجهاز وبصير يعمل اكسهيلينج من وين؟ من هذا الديفايس. فالفايبريشنز اللي بتصير بتحلل الميوكس بتخليه سهل انه يعمل اكسبكتوريشن. شو معنى اكسبكتوريشن؟ لاقوني على الفاينل. اكسبكتوريشن انه يطلعها يتخلص منها، هاي معنى اكسبكتوريشن. اوكسجين ثيرابي هاي من هاي هي اصلا محاضرتنا اوكسجينيشن، فكان الفوكس تاعنا على اوكسجين ثيرابي. واحد ماشي على اوكسجين هو عباره عن دراج، فضروري دائما اشيك على مين؟ على الفايتال ساينس خصوصا اوكسجين ساتوريشن. لمين بحطوها؟ لمين الدكتور بصرفها؟ لاي بيشنتس معاه هايبوكسيميا انيميا ما عندوش هيموجلوبين فبالتالي ما عندوش اكسجين، او اللي بكون عندهم بلاد لوس فبالتالي ما في كميات دم تنقل اكسجين فبروح بعطوا اكسجين. برايمري كير بروفايدر طبعا بحدد الكونسنتريشن قديش التركيز تاع الاكسجين وشو التايب اللي بدي استخدمه عشان ياخذ فيه الاكسجين. اخذتوها في اللابات ممتاز. الريت بكون وحدته لتر بير مينت، وهي ايش مثال على التراكيز اللي هي نسبه الاكسجين من مثلا بيشنتس. الدكتور قال له امشي على 5 لتر بير مينت وبكون النسبه 40%. شو معناها 40%؟ او اول شيء 50 بدي اعطيه غازات 5 لتر بالدقيقه، تكون سرعتها 5 لتر في الدقيقة. 40% من هاي ال 5 لتر شو تكون؟ أكسجين. قديش النورمال في الجو؟ 21. باخذ أكثر ولا لا؟ أكثر.
اكثر، فبالتالي راح يزيد نسبه الاكسجين في الدم. ما بوقف الاكسجين مره واحده عن البيشنت، لازم اعمل له تايتريشن. شو معنى تايتريشن؟ يعني شوي شوي بتنقص. يعني بيشنت مثلا كان معاه كورونا وكان الاكسجين تاعه كثير نازل ثمانينات، راح اعطوه هاي كونسنتريشن اوف اكسجين، قالوا له خليك انت ماشي على مثلا 15 لتر بير مينت وامشي على تركيز 50%، بعدين بصيروا ينزلوا ينزلوا. طبعا لما حطوه على هاي كونسنتريشن ارتفع عند الاكسجين صار طبيعي، ما بوقفه مره واحده ولا بنزله مره واحده، بنزل شوي شوي. اذا نزلته وحسيت انه البيشنت الاكسجين تاعه نزل، برد برجع برفع، فبظل انزل لحتى يحافظ على اللي هو البيس على الثيرابيوتيك ليفل. شو معنى ثيرابيوتيك ليفل؟ نورمال ليفل، الاكسبكتد ليفل بهيك حالات. فمثلا بحالات اللي عندهم لونج ديزيزز انا فوق 90% اوتوسات بعتبره كويس اكسبتابل. طبعا هذا بيعتمد على الاس اي او 2 بي اي او 2 بي اي سي او 2، هذول كرياتين من ايش بناخذهن؟ مش اسم الفحص اي بي جيز ارتيريال بلود جازز. شو طبيعي؟ 90. كم الطبيعي؟ كم اللي اخذناه؟ 95. بقول لك في بعض الحالات 90 بعتبره اكسبتابل، بعض الحالات زي سي او بي دي. اللهم صل على محمد. اجاني بيشنتس معاه مشكله بالتنفس، عنده هايبوكسيميا، فانا ممكن انيشيت الاكسجين ثيرابي. يعني ممكن انا اجاني بيشنتس معاه جلطه او اي مشكله عنده هايبوكسيميا، ابلش له اكسجين بدون دكتور اوردر، وبتختلف حسب البلد وحسب البوليسي اللي موجوده. في بعض البلدان تقول لك انت معك لحد تحط له نيزل كانيولا من 1-2 لتر بير مينت عن طريق النيزل كانيولا بدون دكتور اوردر، لحتى يجي الدكتور يشرف ويشوف البيشنت. في بعضهم يقول لك انت معك لحد 5-6 لتر بير مينت، فهذا بتختلف حسب المستشفى حسب البلد اللي انت بتشتغل فيه. فانت ممكن تبلشها بدون دكتور اوردر. بورتابل اور وول اوتلت، الاكسجين ممكن تكون جره بتاخذها عبيتك، او تكون وول اوتلت زي اللي بشوفه المستشفيات ما صورة طالعة منها الأكسجين. نستخدم قلنا الهوميديفاير عشان نمنع جفاف السكريشنز ونحلل السكريشنز to prevent drying. قلنا الأكسجين ممكن تكون بالوول أوتلت طالع، أو ممكن تكون بسلندر. شو معنى سلندر؟ لإجرار الغاز. إيه هاي عادونا إياهن هوميديفاير إيه. هذول نقطتين إعادة. هوميديفاير قلنا بيحطوا فيه مية عشان نمنع سكريشن انها تصير دراي. اذا كان البيشنت ماشي على فلو ريت قليل 1-2 لتر، هنا ما بديش انا هوميديفيكيشن لانه مش سريع الهواء تينشف. لكن اللهم صل محمد، اذا كان البيشنت مروح بسلندر جرد غاز، بدنا ندير بالنا انه هاي جرة الغاز ما يصير فيها مثلا حرائق، ما توقع ما تفقع، فبدنا ندير بالنا. safety precautions، patients معه اكسجين وبده يمشي، تلاقي فيه الها لجرة الاكسجين، تلاقي فيه الها زي عجلة وبتركب عليها ماشي، مش تكون العجلة خربانة توقع ولا هي ساحب البيشنت واقع معها. فبدنا ندير بالنا handling with caution عشان امنع الفولز. كمان لما ستور بديش انها تفقع، احطها بمكان سخن كثير حار، ولا بنحطها بالغور بهالشمس بهالبراد اللي بالغور ولا يفقع. اكسجين شو ماله؟ ماده سريعه الاشتعال. انا لو اجيب شمعه واحط فيها كاسه هواء فوقيها، شو بصير بالشمعه؟ تطفي. ليش؟ لانه هي الاحتراق بيعتمد على الاكسجين، بظلها تظلها مولعة لحتى تخلص كل الأكسجين الموجود بالفراغ، بعدين تطفي. فالأكسجين من أهم عوامل الاحتراق، هو مادة سريعة الاشتعال. عشان هيك no smoking، مش بس عشان صحتك، عشان تعملش كارثة في المستشفى. تخيل الأكسجين عبارة عن أنابيب وصار فيه انفجار، وهاي الاحتراق والانفجار لوين راح يوصل؟ كل المستشفى. فشغلة بتخوف. عشان هيك شو لازم نحط؟ no smoking signs مثلا.
بدنا ندير بالنا يصير معنا اي شورتات كهربائيه او اي شيء كهربائي يصير فيه شراره كهربائيه في الاماكن القريب من الاكسجين. اي ماده سريعه الاشتعال ثانيه غير الاكسجين ممنوع تنحط قريبه من جره الاكسجين او من مخرج الاكسجين. زي ايش؟ اي شيء فيه كحول او زيوت. البيوت لازم تكون فيها خط ارضي. تعرف الخط الارضي ولا بتسمعوا فيه؟ مش خط التليفون الارضي. والله كنت عارف انك هاي الفكره انها خط تليفون ارضي. الايرث بتاع الكهرباء. اذا كان في كثير اجهزه اذا ما كان في عندكم خط ايرث اللي هو الخط الثالث، الله بعين بجوز يطفي الكمبيوتر من وراك. زي هيك بتكون هذا الايرث. ماشي. هذا لايش؟ تسريب الشحنات الزائده. لو ما في عجبكم التلفون الارضي تعبان ها؟ لا ما راح اشتغل فيش، كله على اليوتيوب راح ينزل. طيب هسه شو دخل هذا بالاكسجين؟ مين اذا في حدا عنده اجهزه كهربائيه ما فيهاش ايرث تلاقيه لما يلمسها تلسعه كهرباء. ماشي. هاي لسعه الكهرباء، الشراره هي عباره عن شراره وفي اكسجين. سلم على الشهداء اللي معك. فاير اكستنجويشر، شو معنى فاير اكستنجويشر؟ طفايات حالك. لازم تكون مش والله مكيف حالك حاط لي طفايه ومصنوعه قبل 10 سنوات، البودره تاعتها عباره عن صبه اسمنت صارت. فلازم تشيك على كل طفايه عندك بالبيت متى الاكسبيراتوري ديت تاعها، متى الاكسبيريشن ديت تاعها. وغير هيك عارف تستخدمها طفايه لما تصير حريق بتطفي من فوق لتحت ولا من تحت لفوق؟ من تحت. مش تروح ترش لي اياها لفوق، بتروح بتطفي على اصل النار مش على الوهج اللي برا. تعرفوا كيف تستخدموا؟ اعرفوا كيف تفتحوه بالاول، اعرفوا كيف ننفتح. مش تولع الدنيا وانت كيف هتنفتح. يرميها فوق دبر حالك. يعني لما تجيبوها. اكسجين ديليفري سيستم. فالاوتو قلنا بينعطى لحاله ولا بكون مع الروم اير؟ بكون مع الروم اير. وهذا الديليفري سيستم تتقسم لو فلو، بتكون يعني من واحد لاثنين زي النيزل كانيولا، يا وذ ريسيرفير يا بتلاقي فيها معها خزان زي الريبريثر ماسك، او الهاي فلو تعطيني هاي فلو هاي كونسنتريشن اوف اكسجين. لو فلو قلنا مثال عليها مين؟ نيزل كانيولا، نيزل كاثيتر. نيزل كاثيتر في له صوره؟ لا ما لهوش صوره. شو؟ ما له مش راضي. ما لهوش صوره. انسوا نيزل الكاثيتر، بدوروا عليه بتلاقوه. فهاي شو قلنا بتعطي لو كونسنتريشن وفلو ريت تاعها قليل من 2 ل 6 لتر بير مينيت. فيس ماسك بيعطي تركيز اعلى من 40 ل 60%. هاي بتكونوا حافظين زي اسمكم هاي النسب. ايوه شطورين. 6 ل 8 لتر بير مينيت. هسه الفيس ماسك في عندنا نوعين، بارشل ريبريثر ماسك، نون ريبريثر ماسك. تمام. بارشل ريبريثر ماسك، نون ريبريثر ماسك، شو الفرق بيناتهم؟ شو يعني ريبريثر؟ ريبريث بتنفس من الهواء اللي انا طلعته. بينما النون ريبريثر ماسك الهواء اللي انا بتنفسه بيطلع بيجي بداله اكسجين عالي التركيز. فمين اللي بيكون فيه تركيز عالي اكسجين اعلى؟ ثاني. هذا اللي بيكون فيه O2 اعلى، نون ريبريثر ماسك. تمام. فيس تنت هسه راح نشوفها. ترانس تريكيال كاثيتر، شو معنى ترانس تريكيال كاثيتر؟ تلاقي فيه فتحه في التريكيا حاطين فيها كاثيتر وشابكين عليها الاكسجين. قلنا النون ريبريثر ماسك هو ديليفرز الهايست اوكسجين كونسنتريشن بوسيبل،
اكثر شيء ممكن يعطيك اكسجين هو النون بريثر ماسك، يعطي من 95 ل 100%، لكن طبعا لازم يكون الهاي فلو ريت من 10 ل 15 لتر بير مينت. في اعلى منه، مين هم جماعه اللي بيكونوا ماشيين على تنفس اصطناعي بس. فهذا بيكون في صمام لما انت تعمل اكسبيريشن بيطلع الهواء برود فوتو، فلما انت تعمل اكسليشن طلع كل ثاني اكسيد الكربون اللي طلعته بالاكسليشن بيجي بداله او 2 وعالي التركيز. طلع قديش قلنا التركيز؟ 95% وينه؟ هاي هذا الفيس ماسك، سيمبل فيس ماسك، مش واحد يقول لي هذا ريبريثر ولا نون ريبريثر، لا هيك ولا هيك. هذا النون ريبريثر وهذا الريبريثر، وطبعا هذا لازم تشوف عشان تعرف، يعني تعرف كيف انه هذا فعلا ريبريثر ولا ريبريثر. تلاقي الفالف اللي هون فاتح بحالات مين؟ ريبريثر، بارشل ريبريثر، فاتح بدي يطلع بالضبط، بينما النون ريبريثر هنا في مسكر صمام بيطلع لكن ما بفوت من برا. فهذا كلها هاي مع ايش بتكون مشابكه؟ اكسجين، هاي اكسجين، وهنا في كمان صمام بتطلع ما بتفوت. فهي انت لما تعمل اكسليشن وتطلع من هون مين بيجي بداله؟ اكسجين بيور عالي التركيز، عشان هيك شو بتعطي؟ تركيز عالي من الاكسجين. هاي فلو اير انترمنت ماسكس بهاي فوق 6 لتر بتعطي من 24 ل 50%. والنبيلايزر، شو يعني النبيلايزر؟ ما النبيلايزر؟ النبيلايزر اللي بيستخدم فيها زي الادويه اللي بتحط فيها الادويه عشان جماعه الازمه، هاي مسمينها زي التبخيره، هاي كمان بتعطي فوق، اذا بتكون الفلوريت اكثر من 6 لتر بير مينت بتعطي من 24 ل 50%. فينتوري ماسك، فينتوري ماسك هذا دائما اعرفه حسنه المهمه، مش الوحيده، حسنه المهمه انه بيعطيك سبيسيفايد بيرسنتج اوف اوكسجين. تطلع هذا قديش بيعطيك من 24 ل 50، تقدر تقول له اعطيني 30%؟ لا. هذا الفنتوري تشبكه قطعه زرقاء شفتوها وبتلفها، قول له اعطيني 30%، 40% بيعطيك 30 أو 40%، حسب الفلو ريت. They regulate the percentage of oxygen received. هاي مهمة طبعا. قلنا جماعة إذا تتذكر المحاضرة الماضية، جماعة اللي عندهم COPD اللي بيكون عندهم متعودين على اللي بخليهم يتنفسوا لما ينزل الأكسجين بس، قلنا الحالة الطبيعية اللي بخليهم يتنفس، مش شو اللي بخليك يتنفس، إنه لما يرتفع ثاني أكسيد الكربون أو ينزل أكسجين. وقلنا الدور الأكبر لثاني أكسيد الكربون لما يرتفع. هذول المرضى اللي عندهم COPD بنشطب CO2 درايف، بضل عندهم الهايبوكسيك درايف اللي هو لما ينزل اكسجين. تيجي تعطيه انت اكسجين وانت مش عارف قديش التركيز بيكون عالي، ببطل الجسم يتنفس. فعشان هيك لازم انا احدد نسبه الاكسجين بدي اعطيها، بستخدم مين؟ فنتوري ماسك. فبروفايد جاستيفايبل كونسنتريشن، شو يعني جاستيفايبل؟ بقدر احدده، بقدر احركه واغيره، 24 40 50 حسب الفلوريت تاعنا. هذا الاوتلت وهذا الهوميديفاير، وهيك المشبكه، وهاي الفلو ميتر بعرف قديش الفلو اللي هي الليتر بير مينت. طبعا بتنحط بشكل مائل بعدين بتحزقها بتكربها، وهاي لما تشغلها بصير القلي هاي شو معناها؟ تطلع حسب قديش انت بدك للرقم الفلو ريت تاعك. فهون قديش الفلو ريت تاعنا بالصوره؟ 2 لتر بير مينت. هاي النيزل كانيلا، هاي مع ريسيرفير اللي هي موستاج ريسيرفير، تطلع زي كانها شوارب، وهاي كانها ايش؟ جرافا بندنت ريسيرفير نيزل كانيلا. نسوا كلية انواع نيزل كانيلا. حكينا هذا سمبل فيس ماسك، هذا البارشل ريبريثر، نون ريبريثر، وهذا هو قطعة فينتوري. هيها قطعة فينتوري، فبكون كاتبين عليها قديش لازم تمشي البيشنس، كم الفلوريت،
وقديش بتعطي تركيز. في بعض فنتوري ماسك حسب اللون بتلاقي فيه اكثر من قطعه، في بتلاقيها قطعه واحده وفيها زي العداد بتلفه وبتديره عشان تحدد التركيز. هذا ايش؟ فيس تنت. طيب في عندنا نون انفيسيف بوزيتيف بريشر فنتيليشن. خلينا شو يعني نون انفيسيف؟ ما فيش تدخل جراحي، ما فيش اشي بفوت على الاير واي، على الاستيرل اير واي. شو يعني استيرل اير واي؟ لور تراكت وتحت، هاي الاستيرل يعني من التريكيا وتحت، هاي كلياتها استيرل. الابر هاي مش استيرل، انت قاعد تبلع السلايفا وهاي الاشياء. فنون انفيسيف معناته انا مش مستخدم اي اداه تفوت على اللور تراكت. زي مين؟ في عندنا ايش اسمه اندو تراكيال تيوب، اي تي تي، اندو تراكيال تيوب من اسمه، تيوب بفوتوه على التراكيا وبشبكوه على مين؟ على جهاز تنفس اصطناعي مثلا. فهذا اكسجين ديليفري سيستم. شو اول كلمه؟ نون انفيسيف. شو يعني نون انفيسيف؟ بفوت بستخدمش اي اداه بتفوت على اللور تراكت. لكن هذا السيستم شو بيعطيني؟ بوزيتيف بريشر. شو يعني بوزيتيف بريشر؟ ضغط ايجابي. انا لما اعطي ضغط على الاير واي شو راح يصير فيها؟ تتوسع، تنفخ. فاي واحد عنده تضيق في المجاري التنفسيه، امراض زي السي او بي دي، كرونيك اوبستراكتيف بولمونري ديزيز، او الناس اللي عندهم اوبستراكتيف، ناسين كلمه اوبستراكتيف، اوبستراكتيف سليب ابنيا، اللي بيكونوا نايمين بنص نومهم بيصحوا مش قادرين ياخذوا نفس، هاي نسميها اوبستراكتيف سليب ابنيا، مرتبطه بامراض القلب كثيره طبعا. فهذول شو بنعطيهم؟ بنعطيهم هذا الديفايس، بيعطيهم بريشر، بيفتح لهم الاير واي، فبتنفس بشكل طبيعي. ليش بصير معهم هاي الاشياء؟ طبعا الاوبستراكتيف سليب ابنيا بصير في عندهم ارتخاء بعضلات البلعوم فبتسكر الاير واي. انا لما اعطيهم بريشر بتظل فاتح. سي او بي دي هي اصلا امراض وانفلاميشن وميوكس، تضيق في الاير واي فبعطيهم بريشر. الموست كومن تايب شو هو؟ نوع اسمه كونتينيوس بوزيتيف اير واي بريشر. كونتينيوس بوزيتيف اير واي بريشر، شو يعني كونتينيوس؟ يعني خلال عمليه التنفس كامل بالانسبيريشن والاكسبيريشن وما بينهما، عمليه الجاز اكستشينج. هاي بنسميه سباب. يكون في له جهاز والبيشنت لابس فيس ماسك خاصه فيه وبينام، فبضل يعطيه بريشر والبيشنت بتنفس وبيعرف ينام بدون ما يصحى بدون نفس. في جهاز ثاني اغلى منه، باي ليفل بوزيتيف اير واي بريشر. شو يعني باي ليفل؟ له مستويين. المستوى طبعا هذا احسن من السيباب، لكن هذا اكثر شيء عن لانه ارخص. السيباب ارخص من الباي باب. باي ليفل بيعطيك بريشر بالانسبيريشن غير البريشر في الاكسبيريشن، تمام؟ بينما الكونتينيوس بريشر ثابت في الانسبيريشن والاكسبيريشن. ليش راح تاخذوها بالكريتيكال؟ عشان هيك مش راح احكي عنها كثير هسه. Artificial Airways، شو يعني Artificial Airways؟ Airway احنا نفتحها، احنا نعملها، نأسسها، نعملها Establishing، او نحافظ على Airway باستخدام Equipments. في عندي الأوروفارينجيال او النيزوفارينجيال. هاي الأوروفارينجيال تنحط في الفم، خصوصا مع الناس اللي بيكونوا Unconscious. الأوروفارينجيال مع مين نستخدمها؟ مع Unconscious Patients. النيزوفارينجيال هي تيوب بفوت من النوز، بوصل لوين؟ للفيرينكس، هم من اسمها للفيرينكس. وطبعا نشبكه مع، بحط فوقيه فيس ماسك او نيزك، لا مش نيزك، يعني فيس ماسك في الغالب. فهذا النيزوفارينجيال مع مين يستخدم؟ مع البيشنتس اللي بيكونوا اليرت وعندهم انتاكت جاج ريفلكس. انتاكت يعني شو يعني جاج ريفلكس؟ لما كان الدكتور يحط لك الخشب بفمك عشان يشوف حلقك تقول اع اع، هذا شو اسمه؟ جاج ريفلكس. بتتذكر شو قلنا عن اي ريفلكس ربنا خلق لنا اياه؟ شو بكون؟ ديفنسيف، يعني يحميك. فهذا بيحميك ضد الشرقه. هذا بقول لك انه اللي بجلوتس تاعتك شغاله صح. هاي الايش؟ اوروفارينجيال ايروي. هاي النيزوفارينجيال ايروي. خلينا نشوف الله قديش صرنا، ما كون صرنا، وين راح؟